يا مساء الفل على عيونكم ومساء الجمال، معاكم قناة أكلة وقصة. والنهاردة هنعمل مع بعض أحلى قالب تشيز كيك بالفراولة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، هنعمله كمان من إعادة تدوير بسكوت العيد. هنعمله بطريقة بسيطة بدون فرن، بدون جيلاتين، بدون استخدام كريم شانتيه، حاجة كده سهلة وجميلة. وهنعمل الطبقة الكريمي اللي في النص دي اقتصادية جدا جدا جدا، زي ما شايفين كده احلى تشيز كيك ممكن تدوقوها. عايزه اقول لكم ان القطعه الاولى اتخطفت مني في البيت، قلت الحق اصور لكم القطعه الثانيه واوريكم الطبقات، وبعد كده نعمل احلى قطعه تشيز كيك قمر في البيت. طبعا عايزه اقول لك ان هي موفره جدا، بثمن قطعتين بتشتريهم من بره هنعمل القالب كله زي ما شايفين. والقالب بيعمل لنا حوالي 8 قطع كبار حلوين، تقدري تاكليها في اي وقت، حلوه ومنعشه وجميله قوي وبتهدي مزاجك. يعني بصي زيها زي قطعه الشوكولاته اللي هتظبط لك مزاجك القمر ده. يلا بينا على الطريقه وتعالوا نشوف هنعمل قالب التشيز كيك القمر ده ازاي. اول حاجه معايا هنا بسكوت برتقال كنا عاملينه مع بعض في القناه، عشان كده قلت لك ان الطريقه اقتصاديه جدا. هنعمله من البسكوت البرتقال ده، معايا 200 جرام من البسكوت، هبدا احطهم في كيسه واقطعهم واكسرهم بايدي الهون زي ما انتم شايفين كده. لو عندك كبه مفيش اي مشكله خالص، ممكن تطحنيهم في الكبه، بس احنا محتاجينهم كده طحنهم يكون خشن شويه صغيرين. مهم قوي هنا بقى في الخطوه دي، معايا هنا قطعه من الزبده ما يعادل كده نص كوبايه من الزبده، بعد ما تسيحيها مهم قوي تنزلي بيها على البسكوت تكون بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش سخنه علشان البسكوت ما يتهريش منك ويشرب الزبده بسرعه. بعد كده هنجيب القالب بتاعنا، مع القالب بتاعي معايا 26، هبدأ احط الطبقة بتاعتي، ودي الطبقة الاولى. ممكن تستبدلي الزبدة في سمنة زي ما تحبي، ولكن الزبدة بتدي طعم حلو قوي للطبقة الاولانية دي. لو عندك اي نوع بسكوت عندك تقدري تعملي بيه الوصفة دي، بس بسكوت النشادر هيبقى صعب جدا عشان طعم النشادر هيبقى باين فيه. زي ما انتم شايفين كده انا بدأت افرد الطبقة الاولانية دي، هكبسها بالكوباية بتاعتي علشان خاطر تمسك مع بعضها، وهنحطها في التلاجة لحد ما نجهز الطبقة التانية. بجد يا جماعة اكتبوا لي تحت في التعليقات في حد بيحب القطع التشيز كيك دي وبتعدل مزاجه زي ولا لا. انا الدنيا كلها تزعلني، قطعة التشيز كيك دي هي اللي بتراضيني وتعدلي مزاجي زي الناس اللي بتحب الشوكولاتة. اكتبوا لي تحت في التعليقات بتحبوها ولا لا. انا هنا بعمل الطبقة الكريمي التانية، عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كوباية من السكر، 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار من النشا، 3 كوبايات من اللبن. هنحط كوبايتين الاول، وبعد كده هحط نص كوباية من اللبن البودرة عليهم، وبعد كده هحط الكوباية الاخيرة من اللبن علشان اطمن بس ان مكونات الجافة اختلطت مع بعضها كويس اوي. كل ده احنا بنخلطهم مع بعض على البارد، بعد كده هنحطهم على النار. هنا هحط كوباية اللبن اللي انا محطتهاش، بعد ما خلطت المكونات الجافة اللي هو الدقيق والنشا واللبن البودرة وطمنت ان هما دابوا تمام على البارد، هنحطهم على نار متوسطة. ايدك بقى فيه بالمضرب علشان ما يتلساش منك من تحت، مهم قوي ان انت تفضلي تخلطي فيه لحد ما الخليط يتقل معاكي. الخليط هيتقل معاكي، تعرفي ازاي ان الخليط هنا بقى جاهز؟ هتلاقيه تقل معاكي وقوامه بقى زي قوام المهلبية، قوام تقيل شوية صغيرين، هو ده القوام المناسب اللي احنا محتاجينه. النهارده كمان هنعمل تشيز كيك هيبقى اقتصادي جدا، مش هقولك نستخدم جبنه مربعات او جبنه كريمي اللي هي بتتباع في الكوبايات، هنستخدم ابسط واسهل نوع جبنه وارخص كمان نوع جبنه تقدر تستخدميه. هنا الخليط تقل معايا، هننزل هنا بسته من مثلثات الجبنه، المثلثات اي نوع انت حابه تستخدميه. عايز اقولك انا مستخدمه النوع رخيص جدا، بتتباع تقريبا العلبه ب 10 جنيه او ب 12 جنيه، مش هتفرق معاكي خالص في الطعم، الطعم هيطلع كريمي وحلو جدا. تقدري تستخدمي اي نوع جبنه مثلثات انت حباه، ولا هنستخدم جبنه مربعات ولا جبنه كاسات ولا جبنه كيري، اي نوع جبنه مثلثات هناخد منه 6 بس. وهنحط كمان عليهم معلقتين كبار من الزبادي، حوالي نص علبه الزبادي اللي بتشتريها من بره، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. بس كده بس كده، هي دي مكونات الطبق الكريمي. كل المكونات بتاعت الجبنة والزبادي والفانيليا حطيتهم على
على الخليط بعد ما قفلت النار. يعني انا قفلت النار وبعد كده بدأت احطهم على الخليط ده وقلبتهم لحد ما اطمنت ان هو ده تماما من حرارة الخليط. هنبدأ بقى نطلع الصينية من التلاجة ونحط عليها الخليط الكريمي ده. بعد ما تحطي الخليط ده هنستنيه يبرد شوية صغيرين ويبقى هادي شوية صغيرين، وبعد كده هنغطيه بكيس من الكياس اللي موجودة عندنا في المطبخ. هنفتح كيس ونغطيه بيه علشان ما يعملش قشرة على الوش، وهنرجع ندخله التلاجة ونجهز بقى طبقة التوبينج بتاعة الفراولة أو صوص الفراولة اللي مفيش أسهل من كده هنعمله في البيت بمكونات بسيطة جدا. زي ما انتم شايفين كده يا دوبك أنا حطيت الكيس على الطبقة دي علشان ما تعملش يعني زي قشرة أو حاجة على الوش، وهندخلها التلاجة شوية صغيرين عمال ما نعمل التوبينج بتاع الفراولة أو صوص الفراولة. انا معايا هنا كوبايتين من الفراولة هقطعهم انصاف زي ما انتم شايفين، وكوباية تانية من الفراولة وهي دي اللي انا هعصرها زي ما هي. محتاجين الصوص بتاع الفراولة يبقى تقيل فمش هحط عليها على نقطة مية، هضربها بالبلندر. لو انت هتعمليها في الخلاط بتاعي هتحطي شوية مية صغيرين خالص، وده اللي هيعمل لنا صوص الفراولة التقيل اللي انتوا بتشوفوه بره، سهل وبسيط وكمان اللون هيطلع حلو قوي معاكي. زي ما انتم شايفين كده انا هضرب الصوص بتاعنا، هبدأ احطه في الطاسة بتاعتي. هبدأ بقى احط بقى المكونات اللي هتخلي الصوص بتاعنا تقيل شوية صغيرين. اول حاجة معايا 4 معالق كبار من السكر، هحط كمان 2 معلقة كبار من الجيلاتين، ومعلقة كبيرة من النشا، ونقطتين من اللون الاحمر. هي دي المكونات بتاعتي اللي هتخلي الصوص بتاعي تقيل جدا. ممكن تستغني عن 2 معلقة جيلاتين واللون الاحمر، لو عندك جيلي الفراولة هتستخدمي 2 معلقة كبار من جيلي الفراولة. انا حبيت اعملها لكم بالجيلاتين علشان الجيلاتين ارخص شوية من جيلي الفراولة، ولو عندك لون هتقدري تعمليه في البيت بكل سهولة. لكن انت لو حابة تستخدمي جيلي الفراولة مفيش اي مشكلة خالص، هتستغني عن 2 معلقة جيلاتين ونقطتين اللون الاحمر وهتحطي مكانهم 2 معلقة كبار من جيلي الفراولة. انا قلبت الخليط ده على البارد الاول وطمنت ان النشا ده معايا، وبعد كده هحطه على نار متوسطة وهفضل اقلب فيه لحد ما الخليط يتقل معايا. تعرفي ازاي بقى ان صوص الفراولة بقى جاهز معاكي والخليط تقل معاكي؟ هتلاقي الخليط بقى بينزل من المعلقة بصعوبة، وقوامه بقى عامل زي قوام المهلبية، تقيل جدا، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه. لو لاحظتي ان هو لسه لحد دلوقتي سايل وبينزل معاكي بكل سهولة، احنا محتاجين قوام يتقل معانا علشان خاطر يمسك على الطبقة الاخرانية بتاعة الشيز كيك ويبقى زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. عايزة اقولك ان الطعم بتاعه مش هتقدري تفرقيها عن الجاهزة من كتر طعمتها، وكمان اقتصادية جدا. يعني لو عندك البسكوت بتاع العيد ده هتبقي يا دوبك جبتي علبة الجبنة المثلثات وعلبة الزبادي وكيلو الفراولة اللي هتعملي بيه، ممكن اللي هتعملي بيه الوصفة وبس كده، وباقي المكونات كلها هتكون معظمها عندك في البيت. يعني النشا والدقيق معظمها عندنا في البيت، ويا دوبك هتجيبي 0.5 كيلو من اللبن العادي وشوية من لبن البودرة، هتعملي أحلى قالب تشيز كيك. كلنا عارفين طبعا إن هي غالية جدا والقطعة بتتباع غالية جدا. شايفين هنا بدأ القوام يتقل معايا، هو ده القوام المناسب اللي أنا عايزاه. هتلاقيها بتنزل من المعلقة بصعوبة، هبدأ أنزل عليها بالفراولة الشرايح، هقلبها يدوبك 2 دقيقة مع عصير 1/2 ليمونة أو معلقة صغيرة من عصير الليمون، هقلبهم على النار 2 دقيقة بس يختلطوا مع بعض، وبعد كده هنشيلهم ونبدأ نحطهم على صينية التشيز كيك، وكده تبقى آخر طبقة عملناها مع بعض. سهلة وبسيطة ومفيش أبسط من كده، ما خدتش مننا وقت خالص. نص ساعة تخشي المطبخ هتعملي أحلى قالب تشيز كيك، وبعد 2 ساعة تقدري تاكليه بكل سهولة. دي بعد ما جبت الطبقة التانية، حط بقى طبقة التوبينج اللي انتوا شايفينها دي. شايفين اللون يا جماعة؟ بجد ابداع ابداع للون والجمال والطعام والريحه فظيعه. لازم تدوقوها وتجربوها وتكتبوا لي تحت في التعليقات رايكم ايه في الوصفه دي. وصفه لذيذه وسهله واقتصاديه وحلوه قوي، منعشه قوي في الصيف. داخلين كلنا بقى على الصيف وعايزين الحاجات البارده بقى اللي بتهون علينا برد حر الصيف، وكمان بتدينا مود حلو كده. تاكلي اول قطعه كده في البراندة وانت قاعده مع كوباية قهوة أو كوباية شاي، هتعدلك مزاجك قوي.
دايما شايفين ده كان قالب التشيز كيك القمر بتاعي. انا قلبت طبعا كل الانصاف بتاعه الفراوله وخليت الظهر بتاعها لتحت والوش بتاعها لفوق، وده شكل القالب بتاعي. ودي كانت وصفه النهارده، احلى قالب تشيز كيك قمر زي ما انتم شايفين كده. هتسيبيه في التلاجة من 2 لـ4 ساعات وبعد كده تطلعيه وتقطعيه، وبألف هنا وشفا تاكليه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ويا رب اكون خفيفة عليكم، كانت وصفة سهلة وسريعة. ما تنسونيش في لايك الامر والاشتراك. شكرا ليكم على المشاهدة، وانتظروني في وصفات اكتر كتيرة جدا، هنعمل احلى وصفات للصيف. شكرا ليكم على المشاهدة، وباي باي.